وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى. بداية أرحب بك السيدة دلال. هل تحدثين عن أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، طبعا في ظل التوجيهات المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن يكون التكامل والتنسيق بين السلطتين هم جوهر العمل الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نتطلع لخطاب جلالة الملك لأنه يشكل حقيقة ركائز نرتكن إليها كمسار في العمل البرلماني، وما أشار إليه جلالته بالأخذ بأعلى مستويات التعاون والتشاور مع السلطة التنفيذية. هذا الأمر له انعكاساته ومطلب رئيسي لتحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للمصالح العليا للوطن والمواطنين. وهذا التعاون طبعا يسند توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدائمة ومؤشراته. لو تتبعنا الأمور المرتبطة في العمل التشريعي التنفيذي راح يكون متحقق للكم التشريعي المنجز في كل دور تشريعي، واللي الراعي فيه دائما مسألة التلاؤم والتوازن ما بين وضع الأحكام والقواعد القانونية والقدرة أيضا على التطبيق والإنفاذ. كما حبيت أنا أضيف أيضا أن يعني التوسع أيضا فيما تطرق إليه جلالة الملك بشأن السلطات الدولة، بأن تم الإشارة أيضا للسلطة القضائية وهي السلطة صاحبة يعني الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي والفصل في المنازعات التي تعرض أمامها، بما يرسي مع كافة الحقوق وحمايتها عبر أفضل تطبيقات المعايير الإنصاف والعدالة. والحمد لله إحنا نرى مؤشرات البحرين في هذا الجانب واللي يشرف على تطبيقها طبعا القضاء النوعي المتخصص. وعليه جلالة الملك يعني أناط بكل سلطة في حدود صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية والوطنية بما يجب أن نعمل عليه ونستزيد في العمل عليه بما يعني نرتقي فيه بالنهاية لرفع مؤشرات مملكة البحرين سواء على المستوى الوطني والدولي لأفضل المستويات النوعية وأيضا المرتبطة بجودة الأداء وجودة ما يتم باستمرار القيام على تعديله وسنه، وأيضا الأخذ بوجهات النظر المتقاربة ما بين السلطات. نعم، إذا سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.